رحب بيكم من جديد مشاهدينا، وما زلنا بنناقش أزمة الكهرباء والنور اللي بيقطع باستمرار في كتير من المناطق. وقفنا عند السؤال، هل إعادة النظر في تسعير الكهرباء أو زيادة سعر الكهرباء من الممكن أن يحل المشكلة يا دكتور؟ مش لوحده المشكلة. أقدر أقول إن في أربع مشاكل هيكلية بتؤثر على القطاع. أحد منهم التعريفة والتسعير. زي ما قلت حضرتك إن التعريفة حاليا بتغطي فقط 40% من التكلفة، وأنا لما أقول تكلفة مش التكلفة التشغيل بتاع المحط، إن لابد أن يكون هناك فائض أيضا يسمح للشركات زي ما الدكتور ياسين أوضح بالاستثمار. تمام. طب اسمح لي فندم، يعني وإحنا بنتكلم على التسعيرة والاستهلاك، حضرتك قلت إن في شرايح مختلفة في المنزلي في القطاع المنزلي. عندنا كم شريحة؟ عندنا 6 شرايح. بتبدأ بخمسة ساغ أول شريحة لغاية 50 كيلوات، ثم 11 قرش لغاية 200 كيلوات، ثم 16 قرش من 200 ل 350، ثم 24 قرش من 350 ل 650، ثم 39 قرش ل 650 ل 1000، ثم 48 قرش فيما يزيد عن الألف. من 5 ساغ ل 48 بس، كل واحد يعني اللي فوق ال 1000 هيعدي على كل الشرايح. ده حسب الاستهلاك. حسب الاستهلاك. يعني الخمسة ساغ الشريحة دي اللي هي تقريبا استهلاك عامل ازاي، وبيت فيه ايه؟ ده بيت ممكن تلاقي فيه تلاجة، تلفزيون، ولمبتين ثلاثة بس، يعني بس كده. 48 قرش دول عددهم 3.5 مليون مستهلك. 3.5 مليون مستهلك. اللي في الشريحة التانية اللي هم ما بين 11 قرش، ال 11 قرش دول عددهم قرابة 10 مليون مستهلك. دول البلك الأساسي للمستهلكين في مصر. اللي هو البيت عبارة عن، اللي هو البيت ممكن يكون زيادة في مروحة، في ممكن حضرتك يبقى طبعا في تلفزيون، يمكن يبقى في غسالة. طبعا ملكية الغسالة مرتفعة جدا في مصر، بس في فرق ما بين غسالة عادية وغسالة أوتوماتيك. بس هنا مفيش تكييف. لا مفيش تكييف دول. وهذه الشرايح حضرتك استهلاكها بيقل في الصيف، لأن أساس استهلاك بتاعها هو إضاءة، ومع طول النهار في أثناء فترة الصيف بيقل الاستهلاك شوية. انما لما بنبتدي نتحرك بقى الى الشرايح الاعلى، بيبتدي من الثالثه ممكن يبقى عنده جهاز واحد تكييف بيستعمله وما يستعملوش، ثم بقى تتزايد اجهزه التكييف وحضرتك طالعه فوق لغايه ما نوصل ل 48. 48 ده اللي كان بيتكلم عليهم السيد رئيس الوزراء امبارح، 7 6 اجهزه تكييف في البيت. ممكن هم دول طبعاً. تقريبا كام دول؟ ال 220,000. يعني مش متأكد، 220 يعني. دول اللي هم اللي فوق الألف كيلو وات ساعة. ودول الحقيقة لهم دور، هم والشريحة اللي قبليهم، لأن برضو الناس بتتحرك في الصيف من مستوى إلى مستوى. يعني أنا قد أكون في الشتاء بدفع فاتورة نصف الفاتوره اللي بدفعها في فصل الصيف، ان انا بستعمل تكييف بتحرك الشرايح اعلى. طيب طبعا عندنا اسئله اكتر، وعندنا السؤال ايضا مرتبط بالطاقه البديله، ولكن اسمحوا لنا نسمع ايضا اسئله من مشاهدينا. معانا على التليفون استاذ علاء من الشرقيه. مساء الخير، اتفضل. مساء الخير يا مدام دينا، ازي حضرتك؟ الحمد لله. كل مكان ربنا يكرمك يا رب. شكرا جزيلا، اتفضل. وضيفك الكريم، ممكن تديني الفرصه يا مدام دينا عشان عندي كلام مهم جدا لازم اقوله؟ بس ارجوك سريعا لانه عندنا تليفونات ثانيه. انا كنت حالا دلوقتي، وضيفك الكريم اكيد يعرف حمدي بيه سالم رئيس قطاع الكهرباء الشرقيه او قطاع اسماعيليه. انا كنت على التليفون معاه بقول له الكرة والمنازل الضعيفه ما عندهمش، يعني القريه مثلا، انا مثلا من قريه زي قريه ابو شميس مركز الحسينيه، ما لو قلت لك ما عندناش في القريه غير 2 تكييف، عاوز اقول لك والله العظيم 3 يا مدام دينا. يا ريت يقطعوا على الكورة والحاجات اللي هي دي، وما يقطعوش على المستشفيات ومراكز الشرطه. انا لسه مكلمني والله العظيم العقيد محمد فتحي مامور مركز شرطه الحسينيه، بيقول لي مش عارف اعمل محضر لاني بعمل على الشموع، يعني توقعي مستشفى ومركز شرطه. والله المامور المركز بيقول لي الناس متخانقين ومش عارف اعمل لهم محاضر. مستشفى ومركز شرطه وبيتقطع عليهم. ما عندوش مشكله ان تقطع حتى في البيوت، بس يا ريت المستشفى لا، او مركز الشرطه كمان. معايا مدينة؟ يعني أرجو أن احنا نكتفي بهذا القدر، وبعتذر لك أستاذ علاء، ولكن دي الحقيقة نقطة مهمة جدا بشكرك عليها. أستاذ أسامة من اسكندرية، مساء الخير، تفضل. مساء الفل، السلام عليكم. مساء الفل يا فندم، أهلا وسهلا. الحقيقة أن أزمة قطاع الكهرباء هي انعكاس لحالة الهيجان العمراني اللي حصل بعد ثورة 25 يناير، وبالتبعية هنعاني من باقي مفردات البنية الأساسية زي مية الشرب والصرف الصحي وخلافه. التعدي على الأراضي الزراعية والبنى المخالف. ايوه، والحل لازم يبقى فيه تصدي امني صارم صارم صارم، والاهم من كده
لان هذه النماذج العمرانيه اكيد هتاثر على صحه المواطنين كمان، لان هذه المباني المتراكمه اغلبها لا يدخله الشمس، وبالتالي هياثر على صحه المواطنين. بعد اخر مهم جدا، بشكرك شكرا جزيلا استاذ اسامه. استاذه نيره من القاهره، مساء الخير اتفضلي. مساء النور. مساء الفل. انا كل اللي عايزه اقوله ان انا مش صغيره في السن، بس عايزه اقول لكم حاجه، ان من زمان قوي 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 عمرها ما حصلت في القاهره. ولا قبل السد العالي ولا بعد السد العالي. يعني انا عشت الفترات دي كلها، عشت الثلاث فترات، وعايزه اقول لكم عمرها ما حصلت. بترجعي الاسباب لايه مدام نيار؟ انا بقول اوفر بوبيليشن، زياده سكانيه. زياده السكان، ايوه انا شايفه انها زياده السكان، وما فيش يعني الناس مش ما فيش وعي انهم يقفلوا النور في الاوضه دي وهم خارجين الاوضه الثانيه. وفي نفس الوقت انا عايزه اقول لكم ان الهند كان عندها نفس المشكلة، بس هم دلوقتي لغاية النهاردة في الهند بيوقفوا بيقطعوا النور في مناطق معينة في وقت معين، كل بيت عارف هيتقطع امتى. حضرتك شايف ان ده ممكن يكون افضل تحديد واعلام كل بيت بامتى هيتقطع، في اي يوم وفي اي ساعة؟ نعم، افضل انه يعلمونا امتى هيتقطع النور ومدة قد ايه. يستحسن لما ده مش قادرين يمشوا الطاقة دلوقتي، مش قادرين يمشوا الطاقة كما يجب، يبقى إذا نفهم الناس على الأقل. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. معنا أستاذ أيمن من اسكندرية، مساء الخير اتفضل. مساء الخير يا أستاذة دينا. مساء الفل يا فندم. فندم حضرتك، احنا بنتكلم بس على نقطة محورية هامة جدا في الموضوع ده ككل. الناس اللي موجودة في الميادين وفي الشوارع وفي الحارات وفي الدقايق اللي سرقة الكهرباء، الباعة الجائلين، انتشار الكهرباء المسروقه من الارض ومن من السلوك العموميه، حضرتك عارفه كم الضغط اللي مسروق من ليه الحكومه مش قادره على الباعه الجايبين، وليه مش قادره على الميادين، ليه ده كله؟ نقطة مهمة جدا. بشكرك شكرا جزيلا وبعتذر لك استاذ ايمن. واخيرا استاذ ناجي من القاهره، مساء الخير اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله حقيقي انا بتكلم بخصوص تفعيل شرطه الكهرباء، لازم تتحرك كتير، لان النهارده بقى في مثلا تلاقي واحد كان واخد رخصه بشقه يروح باني في الارض بتاعته دي سبع ثمان شقق وكلهم سارقين الكهرباء. الشوادر اللي في الشوارع اللي مليانه كهرباء ما حدش بيكلمه، المفروض الناس دي بتاخد مولدات او بتستعمل مولدات. المستشفيات والاقسام المفروض يبقى فيها مولدات، صحيح، عشان حتى نقدر نحافظ على شويه الكهرباء اللي موجوده لغايه لما ربنا يكرمنا والدنيا تقوم. يا مسهل يا رب. بشكرك شكرا جزيلا استاذ ناجي، وبنعتذر لكل التليفونات، ونكتفي بهذا القدر لانه وقتنا اصبح ضيق جدا. يعني هنرجع نرد على كل الاسئله، ولكن انا حابه عشان بس ما نكونش ظالمين دكتور ياسين ابراهيم معانا، يعني فكره الطاقه البديله يا فندم، الطاقه البديله اللي من المفترض انه نعتمد عليها زي ما كل عالم بيعتمد عليها، عندنا شمس وعندنا رياح وعندنا مصادر اخرى. لابد، هو العالم كله بيتكلم على أمن وأمان الطاقة وخلية الطاقة، لابد أن يبقى عندي، لأن اعتمادي على مصدر معين أو تكنولوجيا واحدة ده إحدى أسباب أن أنا لو حصلت عندي مشكلة بواجه مشكلة عامة، فلابد أن أنا أعتمد على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء. ويأتي في مقدماتها خاصة مع الاستهلاك المتزايد أن ما بستبعدش الطاقة الجديدة والمتجددة إذا كانت موجودة، نحاول نستغل كل الشمس دي ودرجة الحرارة دي مش قادرين نستغلها. ما هو الشمس ودرجة الحرارة ما هياش مبرر واحد وحيد، عندي عناصر مختلفة، عندي عنصر التكلفة، عندي عنصر تواجد الطاقة. الشمس أنا عندي الذروة بتاعتي والطلب على الطاقة الزيادة بيبقى بالليل، بينما الشمس بالنهار. إذا كان عندي قدرات، خاصة إن الطاقة الشمسية كطاقة شمسية وانتشارها وإنتاج الكهرباء على مستوى العالم ما زال محدود، تكنولوجيا موجودة، عندي البرنامج النووي للأسف الشديد أصيب دايما بيصاب بمشاكل بدءا من الستينات والسبعينات والثمانينات، وحتى يمكن لما حصلت الثورة وحصل تغير المشهد وأصبح لأني طلب إنشاء برنامج نووي وطبقا للوكالة الدولية للطاقة الزراعية لابد أن يكون دعم حكومي قوي ومستمر والتزام. فمع تغير المشهد قبل طرح المناقصة أصبح
مفيش حد يستطيع أن يتحمل هذا القرار فأوقف هذا البرنامج للأسف شديد. ولكن دلوقتي عندنا رئيس منتخب وعندنا حكومة جديدة، نتمنى أنه يكون ده جزء من أولوياتها في ظل هذه المشكلة اللي بنعاني منها في الطاقة. نعود إلى أسئلة السادة المشاهدين، ولو نبدأ بأستاذ علاء من الشرقية وسريع يعني فندم، يعني قرية فيها 2 تكييف وفقط، وقطعوا النور عن القرية كلها بس سيبوا المركز، مركز الشرطة، اسم الشرطة والمستشفى. حضرتك قلت لنا انه بيتم مراعاه يعني الاماكن اللي فيها مستشفيات ومراكز شرطه، الواضح انه ما بيحصلش. لا، قد يكون هناك اخطاء في التطبيق، ولكن طبقا للكود ان المستشفى ومركز الشرطه بيبقوا متوصلين باكثر من موصل، لازم يكون في 2 مغذي لهذا، واحد اساسي واحد احتياطي، بحيث اذا تم الفصل عن دايره منهم بيتم التغذيه من خلال دايره اخرى. انما قد يكون هناك اخطاء في التطبيق قد بتتم احيانا، بس برضو ما اشار اليه المستهلك. الحقيقه انا سعيد جدا بالتعليقات اللي جت ان في مسؤوليه اجتماعيه على المستهلكين. بيحكي هو ان ما عندناش غير تكييفين، انما قد بيجي القطع لان قد يكون مستهلك اخر في منطقه اخرى مشغل 4-5 تكييفات. لو هو فصل تكييف واحد قد يمكن تغذيه جزء من القريه، وبالتالي في نوع من المسؤوليه الاجتماعيه. بيتكلم يا فندم انه أنا فاهم. هو بس اللي عنده تكييفين على البوليس لا لا لا، هو بيتكلم القريه كلها، نحن لسنا سبب في المشكله، ولكن القريه كلها ما فيهاش غير 2 تكييف، ولكن النور بيقطع عن الكل بما فيها المستشفى والاسم. هل ممكن مراعاه النقطه دي يا فندم؟ بالتاكيد، وهذا نوع، واحنا هنراجع هذا لان ده جزء من الرقابه. طيب، اللي احنا بنراجع على الجهاز اجراءات الفصل، هل تم وفقا للاجراءات السليمه ولا لا. طيب استاذ اسامه، اسكندريه اتكلم على التعدي على الاراضي الزراعيه والمباني اللي طلعت والكهرباء اللي بتتسرق. بالظبط ده، وانا سعيد جدا اثارت هذه، والسيده الفاضله اللي اثارت ايضا مشكله ثقافه الاستهلاك. ده جزء مشكلتين بتواجه القطاع حاليا. طبعا حصل مع الاختلال الامني، حصل نوع من الكم كبير جدا من نواجهه ازاي؟ طبعا ده بيتم مواجهه بصوره متكامله، لان ليست الكهرباء هي الضحيه الوحيده في هذا الموضوع، ولكن المرافق عموما تعدي على ارض زراعيه وبناء عليها، فده مطلوب مواجهه بصوره متكامله، واحد جوانبها هي الكهرباء. انما مش ممكن اسيب مبنى مخالف ومش هشيله مجرد بس مستهلك كهرباء. ازاله هذه المباني المخالفه ممكن يساعد في تقليل مشكله انقطاع الكهرباء. الاستاذه نيره اتكلمت على فكره ليه ما تعلموناش الكهرباء هتقطع يوم الاحد مثلا من الساعه 5 للساعه 6 في المنطقه الفلانيه، اما المنطقه الاخرى فهيبقى في من الساعه كذا للساعه كذا. هذا الموضوع مناقش جدا حضرتك، ولكن في اكثر من وجهه نظر. في وجهه نظر خاصه بالموضوع الامني، ان انا لما اخطر مسبقا ان الحي الفلاني او المنطقه الفلانيه سيتم فصل التيار عليها من الساعة كذا للساعة كذا، قد تكون دعوة للخارجين على القانون باستغلال هذه الفترة. لا، بس الناس هتاخد احتياطاتها، هيبقى معها يعني كشافات، بطاريات، يعني مولدات. هذا ممكن أن يطرح في شكل هل هذا هو مطلب، وده فعلا ممكن احنا كالجهاز نضع على الموقع الالكتروني. طيب يعني ممكن استفتاء بقى على الموقع الالكتروني، ولكن اعتقد عليه ان لابد اخذ راي جهات اخرى في هذا الموضوع، لان قد يكون له جانب. تمام. لأن طيب استاذ ايمن من اسكندريه اتكلم على فكره الكهرباء المسروقه، وان خاصه من الباعه الجائلين الموجودين في الشارع واللي بيسرقوا من اعمده الاناره. ده جزء تاني من الخلل الامن، الخلل وشرطه المرافق والكهرباء. طبعا هذا الموضوع، كم السرقات والضبط اللي بيتم لجرائم السرقات بتبقى موجودة، إنما المشكلة أنه لما بيسرق من العمود اللي متحمل هذه السرقة هو المحافظة أو الوحدة المحلية، لأن هي اللي بتدفع الكهرباء. إنما المشكلة لما بسرق بستهلك بطريقة غير عادية، لأن أنا عارف ما بدفعش حاجة. والأستاذ ناجي كمان من القاهرة الحقيقة شارك في نفس النقطة. الأستاذ أيمن، تسمح لي حضرتك بس أقول كلمة في ثانيتين أرجوك. في ثانية، أنا سعيد جدا بده، لأن ده بيدل على درجة وعي عالي جدا بأبعاد المشكلة. طيب الحمد لله. كلمة أخيرة يا فندم، ثانيتين برضه. محتاجين وبشدة أن احنا ننظر في أن الفترة المستقبلة عندنا أزمة طاقة، ولابد أن احنا نبتدي نواجهها بالبحث عن مصادر طاقة. وياريت يبقى البرنامج النووي احدى اولويات الحكومه الحاليه يا رب للمواجهه المستقبليه، والا المشكله هتتصاعد باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور ياسين ابراهيم، رئيس تنفيذي لهيئه محطات النوويه السابق. شكرا جزيلا. والدكتور حافظ السلماوي، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا مشاهدينا، القاكم يوم الخميس باذن الله.